من المتوقع أن تتأثر أجزاء واسعة من الجزيرة العربية خلال الأيام القادمة بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، فبعد أن هطلت الأمطار الرعدية بغزارة في عدد من المناطق السعودية خلال الأسبوع الحالي، يتوقع أن تتجدد الهطولات الرعدية على أجزاء من المملكة وخاصة من بدءا من يوم الخميس، ويتوقع أن تشتد قوة هذه الحالة يومي السبت والأحد، بحيث يمتد تأثيرها لأجزاء واسعة من المملكة وبالأخص سواحل البحر الأحمر ومنطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفي التفاصيل، يتوقع أن تتأثر أجزاء متفرقة من المملكة ببداية لحالة من عدم الاستقرار الجوي يومي الخميس والجمعة، وذلك يشمل أجزاء من شمال وغرب البلاد، وتشمل هذه الأحوال الجوية غير المستقرة تكاثر للسحب الرعدية في أجواء بعض مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل ومنطقة الحدود الشمالية وحفر الباطن. ولكن ما يميز الأجواء يوم الجمعة هو بدء تساقط الأمطار الرعدية أيضا على سواحل البحر الأحمر التابعة لمنطقة المدينة المنورة، والتي قد تكون غزيرة أحيانا. ويتوقع أن تشتد الحالة الجوية يومي السبت والأحد، بحيث تهطل بمشيئة الله الأمطار الرعدية تكون غزيرة على فترات في المناطق الغربية وسواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينتي جدة ومكة المكرمة، مرورا بمناطق القصيم وجنوب حائل والمدينة المنورة، وصولا إلى شمال شرق البلاد ودولة الكويت. ويتوقع بمشيئة الله تعالى أن تمتد تأثيرات الحالة الجوية مساء يوم الأحد إلى بقية المناطق الشرقية والوسطى من السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض. وتستوجب الحالة الجوية المقبلة التحذير والاستعداد المبكر، كونها تترافق مع عدة من المخاطر، أبرزها خطر تشكل السيول كنتيجة لغزارة الأمطار في عدة مناطق، لا سيما المدن السعودية المطلة على البحر الأحمر مثل جدة ورابغ وينبع، إضافة إلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والقصيم. كما ويحذر من خطر انخفاض مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير بسبب الغبار بالمناطق الغربية وأجزاء من غرب منطقة الرياض خاصة يومي الخميس والجمعة، وكذلك كنتيجة لاحتمالية تشكل بعض العواصف الرملية في أنحاء متفرقة من البلاد عند هبوب العواصف الرعدية. كان معكم موقع طقس العرب.